بداية هذه الندوة هي ندوة بتنظيم مشترك ما بين ثلاث مؤسسات جامعية: كلية الحقوق المحمدية والدار البيضاء وأكدال ببيباط. ولكن المشاركة هي من جميع الجامعات المغربية، هناك أساتذة من مراكش، من طنجة، من يعني من عدة مدن. الهدف هو أن تكون قراءات متقاطعة لهذا الموضوع ديال الحكم الذاتي. موضوع الحكم الذاتي الآن في ظل هذا التمييز اللي حققوا المغرب في المجال الدبلوماسي، سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الموازية، طبيعة الحال يعني حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة، يعني بالتبني وبإيقاف هذا المشكل الذي دام طويلا وعمر طويلا بتعنت الجانب الجزائري، نقولها بصراحة. إذن هذه القراءات تحاول تسليط الضوء على الأبعاد، على المآلات، على المسارات، خاصة ونحن نعيش في واحد إعادة تشكل العالم من جديد. هناك قوى دولية الآن تحاول السيطرة، هناك مخاض دبلوماسي على المستوى العالمي. إذن يجب أن يجد هذا المشكل حلا له، أن المغرب كما نقول المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ولكن لابد من حل المشكل بالنسبة للأمم المتحدة، أن تكون هناك قرارات شجاعة لإيقاف هذا النزيف. هناك معتقلون في تندوف، هناك شعب صحراوي يعيش حياته الطبيعية في المناطق المغربية، وهناك ناس تضيع في المخيمات. إذن لابد من إيقاف هذا العبث، وسميه عبث نظرا لتعنت هذا الجانب. إذن هذه القراءات كلها، سواء قراءات دبلوماسية، قراءات في التنمية الاقتصادية اللي كتشهد المناطق الجنوبية، قراءات على مستوى التحركات الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، إذن لابد لنا من خطاب موحد لمواجهة هذا النزيف وإيقاف هذا المشكل الذي عمر طويلا من طرف تعنت الجانب الجزائري مباشرة. ندوة اليوم حول مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المملكة المغربية تندرج ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية. والندوة هي تحاول تسليط الأضواء على مبادرة الحكم الذاتي الأقاليم الجنوبية وعلى المتغيرات التي حصلت ما بين 2007 إلى غاية اليوم، لأن السياق السياسي والدبلوماسي الذي برز فيه المبادرة ليس هو اليوم، هناك سياق متغير، هناك الانتصارات حققتها الدبلوماسية المغربية، هناك كذلك تزايد الاعترافات الدولية بجدية ومصداقية المبادرة. نحن نتحدث اليوم عن أزيد من 100 دولة تؤكد مصداقية المبادرة، وبالتالي هذا متغير أساسي. كذلك كنتكلموا على مسألة مهمة جدا اللي هي حجم أو المسار التنموي الذي حققته الأقاليم الجنوبية. الدليل على ذلك هو ديك غير استثمرت الأخير 10 مليار ديال الدولار في الأقاليم الجنوبية، يعني تأكيد صريح بصدقية ونجاعة هذه المبادرة للحكم الذاتي. كذلك الجانب الثالث اللي هو أساسي، وهو أن اليوم حصلت متغيرات كبيرة جدا داخل قبائل وداخل المناطق الصحراوية. المتغيرات الديمغرافية حصل فيها شيء كثير، هناك اليوم يعني ثابت ديال الأعيان حاضر بشكل كبير، ولكن كذلك هناك الجيل الجديد اللي هو جيل ديال الشباب اللي عنده طموحات وعنده رغبات وعنده مطالب اجتماعية اقتصادية سياسية كذلك. والأرضية ديال المبادرة ديال الحكم الذاتي هي أرضية صالحة
بشكل كبير جدا لاعمال هذا او لتنزيل هذه المطالب على ارض الواقع، خصوصا ان المقاربه ديال جلاله الملك محمد السادس انها كتمشي في هذه الابعاد الثلاث، في البعد الدبلوماسي والسياسي وفي البعد التنموي وفي البعد التشاركي اللي هو فيه مشاركه فاعله ديال المواطن باعتباره اساس الفعل التعاقدي. فمن هنا كتجي المبادره، كتجي هذه الفكره هذه ديال عقد ندوه حول المقترح الحكم الذاتي. ولكن الجديد في هذه المساله بالنسبه للجامعه المغربيه هي انه اليوم تلتئم ثلاث شعب، ثلاث جامعات وازنه حول هذه دراسه مقترح الحكم الذاتي، اللي هي جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء بالدار البيضاء، وجامعه محمد الخامس باكدال، وجامعه القاضي عياض بمراكش، من اجل تسليط الاضواء على هذه المتغيرات التي حصلت ما بين 2007 الى غايه اليوم.